السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي بينت: الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يعزون الرئيس الفلسطيني بوفاة إعريقات. ناصر بن حمد: تمكين الشباب أولوية وطنية. نعم نيابية لقانون الاحتراف الرياضي. وإلى صحيفة الأيام: والتي استهلت بتوجيهات ولي العهد، مملكة البحرين طلبت أكثر من مليون لقاح فيروس كورونا. الوزراء يأخذون لقاح كوفيد-19 ويشيدون بجهود الفريق الوطني. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: اللجنة التنسيقية تناقش تقرير ديوان الرقابة، خلاف حاد حول إدراج أرباح الشركات في الميزانية، الحكومة يؤثر سلبا على علاقتنا بأسواق المال العالمية. صحيفة البلاد عنونت: صادرات البحرين تدعم صادرات وطنية ب 46 مليون دولار، إعلان المبدئي لانطلاق الفورمولا 1. نبدأ مع صحيفة البلاد، ونطالع منها أنه خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في افتتاح قمة الشباب لعام 2020، أكد سموه أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله بتمكين الشباب هي أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة في مختلف المجالات. خط الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان: التفاخر بطباعة النتاج الفكري باللغة الإنجليزية. فإلى سطور هذا المقال: هناك الكثير ممن يعتزون بلغتهم العربية ويتفاخرون بها لأنها عماد هويتنا، لكنني لاحظت عددا من أصحاب المواهب في ميادين العلم المختلفة يتفاخرون بطباعة نتاجهم الفكري والأدبي، قصة ورواية وشعر وغيرها باللغة الإنجليزية. كان لآبائنا باع طويل في تقدم العلوم، بل إلى العربي يرجع فضل إنقاذ علوم الطبيعة لما كانوا حماة لها من جهل أهل أوروبا في العصور الوسطى. ومن من أهل الغرب ينكر في ميادين العلم المختلفة جولات ابن سينا وأبي بكر الرازي والخوارزمي وابن الهيثم وغير هؤلاء من شغلوا أنفسهم بالعلم وأحرزوا فيه تقدما ملحوظا. أما العادات والتقاليد وما يتدرج معها من كل ما هو اجتماعي أو خلقي فلنا فيها طريقتنا الخاصة التي تميزنا عن غيرنا من الأمم والشعوب، لا نأخذها من شرق ولا من شمال ولا من جنوب، لأنها ليست واحدة في كل مكان. لفتت صحيفة البلاد أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي دشن الفصول الافتراضية الرقمية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لفئة صعوبات التعلم والتوحد، كما وأشار الوزير إلى ازدياد أعداد المستخدمين للبوابة التعليمية والتي شهدت أكثر من 13 مليون زيارة منذ بداية العام الدراسي الحالي. نتحول إلى صحيفة الأيام، ونطالع منها أن المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أكد أن مملكة البحرين تقدمت بطلب أكثر من مليون لقاح منذ شهر أغسطس الماضي. وأوضح القحطاني أنه فور اعتماد اللقاحات من قبل الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية والمنظمات الصحية الدولية، ستكون مملكة البحرين من أولى الدول التي ستوفر اللقاح.
ذكرت صحيفة الأيام أن صادرات مملكة البحرين أعلنت عن نتائجها للعام الثاني والتي تجاوزت 46 مليون دولار أمريكي، تشمل 42 منتجاً وخدمة تغطي 45 سوقاً حول العالم. وبلغت الصادرات خلال الفترة من شهر يناير لعام 2020 ولغاية شهر نوفمبر لعام 2020 أكثر من 30 مليون دولار أمريكي، استهدفت عدة أسواق عالمية. نطالع من صحيفة الأيام أن الفورمولا 1 أعلنت عن موعد انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا لعام 2021، وذلك في الفترة من 26 وحتى 28 من شهر مارس كجولة ثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 في العام المقبل. بقلم الكاتب محميد المحميد، نشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا له بعنوان استثمار موسم الحديث عن التوظيف، فإلى هذا المقال. الكل يتحدث عن أهمية توظيف الشباب البحريني، الجميع بلا استثناء يعمل جاهدا لتوفير الوظائف النوعية للشباب البحريني الباحث عن العمل أو المتعطل أو المقبل على دخول سوق العمل بعد التخرج الثانوي والجامعي. شراكة القطاع الخاص بحرنة التوظيف مسألة بالغة الأهمية، يجب استثمار والتقاط الإشارة التي أطلقتها جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بتبنيها آلية خلق فرص عمل للبحرينيين في القطاع الصحي الخاص وإحلال أكبر عدد من البحرينيين المؤهلين في الوظائف الشاغرة في هذا القطاع. الكلمة الرئيسية التي ألقاها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في افتتاح قمة الشباب 2020 أمس تضمنت العديد من الرسائل الرفيعة والتوجهات المتميزة بخصوص الشباب البحريني، وجعل مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة في مختلف المجالات. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن صندوق العمل تمكين أعلن الاستعداد لاستضافة أعمال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 22 من شهر نوفمبر الجاري. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن مديرية شرطة محافظة المحرق تقوم بتنفيذ حملة توعوية لأصحاب المطاعم والمقاهي ومرتاديها، حيث تم تغطية 95 مطعما ومقهى في هذه المحافظة، فيما تتواصل الحملة التوعوية لتغطية المزيد من المحلات والأماكن السياحية والفنادق. إلى صحيفة الوطن، ونطالع أن اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي صرح أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منحت اعتمادها المؤسسي للمستشفى لمدة 4 سنوات من جديد، وذلك بعد استيفائه معايير متطلبات التدريب الأساسي. البحرين مملكة السلام والإنسانية، عنوان مقال للكاتبة منى المطوع، فإلى سطور هذا المقال. خلال منعطف كورونا العالمي الذي بدأ في 11 من مارس 2020، حينما تم الإعلان أن هذا الوباء جائحة عالمية هز جميع دول العالم، أمر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أن تشمل الرعاية الصحية كافة المقيمين بالتساوي وبالمجان. وقت الأزمات العالمية والجوائح الخطيرة تدب فوضى القلق بين الجميع، حتى يشعر المواطن حتى وهو في بلده أنه غير آمن، لكن في مملكة البحرين بوابة السلام والإنسانية كانت هناك منهجية لبث الإطمئنان في نفوس الجميع من مواطنين ومقيمين. لقد كان شعار اللجنة التنسيقية التي يترأسها سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه بخصوص ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا في البحرين: سلامة البشر تأتي أولا دون النظر إلى جنسياتهم وانتماءاتهم ودياناتهم.
يحق لنا أن نفخر ونحن نمضي بثبات حول محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه، أن البحرين تخرج دائما أقوى من السابق خلال الأزمات، ودائما ما تكون إنسانيتها حاضرة وباقية على أرض صلبة، وأن مملكة البحرين خلال وقت الأزمات والجوائح الخطيرة كل من على أرضها مواطن ويخصها. نقلت صحيفة الوطن أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة بدأت في تنفيذ اختبار الفحص السريع لفيروس كورونا، وذلك لعينة من الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس من جميع محافظات مملكة البحرين. نشرت صحيفة الوطن مقالاً للكاتبة فاطمة الصديقي والذي جاء بعنوان نساء ملهمات عالمة بحار، فإلى هذا المقال. يوم المرأة البحرينية مناسبة وطنية أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وهي مناسبة لها أبعادها ورسائلها، فكل عام نحتفل بتكريم المرأة في مجال من المجالات المختلفة، لأن هناك بعض التخصصات النادرة التي تعتليها البحرينية تستحق بأن يتم تكريمها أسوة بالاختصاصات الأخرى، فالمرأة الملهمة أحياناً تنفرد في مجال عملها ليس بين قريناتها فحسب، إنما بين مختلف الفئات، لذلك يوم المرأة البحرينية الملهمة طموح الكثيرات التي تتشوق للسلام على صاحبة السمو حفظها الله وتسليط الضوء على دورهن البارز في المجتمع. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر لقنوات إذاعة وتلفزيون مملكة البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي اتش. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.